السلام عليكم احبتي في الله، نتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير في احسن حال. نتمنى هذه السنه الميلاديه الجديده 2019 تكون سنه خير عليكم جميعا، ان شاء الله كل واحد فينا يحقق الامان ديالو وبالشفاء لجميع المرضى وكل ما تيتمنى اي انسان. تنشكركم بزاف، تنشكر جميع المشاركين معايا المتتبعين سواء القدامى اللي كانوا معايا من الاول واللي التحقوا بيا وان شاء الله اللي مازال غادي يزيدوا يلتحقوا بينا كمان. تنشكركم جميعا. وصفتنا اليوم حبيت نشارك معكم الصبانيخ، طريقة طهي الصبانيخ اللي تصوب في الفطائر. اللي تنحتاجوا ليها ضفت هنايا زيت الزيتون والبصل والكزبرة. الصبانيخ سلقتها نص سلقة، كاين اللي تيسلقها كاين اللي ما تيسلقهاش. تحتاجوا لها رمان حامض، وفي البهارات التوابل تحتاجوا لها فليفلة حمراء حادة وملح حسب الرغبة، ملعقة صغيرة هنا ميدك ليلة هنا 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 وتحتاج لها معلقتين صغار كمون، ثوم مدقوق. انا صورت الصراحه المقطع الاول قبل ما نسلق الصبانيخ وما عرفتش كي تحذف ليا وليت عيط التصوير. نخليكم معايا نشوفوا تبعوا الطريقه. غادي نبدا نوضعوا البصل على النار، نخليه تستوي هي وزيت الزيتون ونرجع معكم نكملوا الطريقه ديالتها في الطهي. بعد ما سوتنا البصل تنضيف الصبانيخ فوق منها، تنضيف الثوم، تنضيف التوابل الشطه حده والملح والفلفل الاسود كمون، تنخليوه اخر مرحله باش ما ترجعش تعطيش المرار. الكزبرة كمان هي اخر مرحلة على ما يساوي مع بعضهم يكملوا التصوير. بعد ما تساوي مع بعض تنضيفوا الكزبرة، والكمون هو اخر شيء، من بعد الرمان. ومن بعد ما ضفناهم 5 دقائق نتركوهم على ما يستاويو ونضيفو عليهم الرمان. هادو الصبانيخ درتهم على حساب نديرهم فطائر. غادي ندير نزلغ الجزء الاول ديال طريقة الصبانيخ والجزء الثاني ان شاء الله نزل الفيديو ديال الفطائر. هاي الصبانيخ ديالنا اصبحت جاهزه كملتها. نتمنى تنال اعجابكم في طريقه التحضير ديالها. الى عجبتكم دعموني بلايك، واللي اول مره تشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراك ويدعمني. وتنشكركم مره ثانيه جميعا، لكم جزيل الشكر. شكرا على تعليقكم الجميله والرائعه، شكرا لكل من تيدعمني سواء تيترك لي تعاليق او تيشاهد الفيديوهات ديالي بلا ما تيترك تعاليق. لكم جزيل الشكر كاملين. ان شاء الله الجزء الثاني غنزلو ديال الفطائر ديال الصبانيخ، ما بغيتش يكون الفيديو طويل. نخليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، دمتم سالمين. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. اني احبكم في الله، مع السلامه.